سلام الغزالة ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى ليزابوني ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم معايا في القناة ديالي أنا وحماتي. اليوم البنات غادي نعطيكم واحد الوصفة من بعد الوصفات اللي كندير قبل الدوش. قبل ما ندخل ندوش كندير هاد الوصفة عادة البنات. المهم انا كاينين بزاف ديال الوصفات ولكن في كل اسبوع كندير وصفه. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي سهله وغزاله البنات، كتبان النتيجه ديالها من اول جريبه ومنين جربوها ردوا عليا الخبر تعجبكم بزاف البنات. المهم البنات شنو كنحتاجوا فيها؟ ملحه على القياس اللي بغيتوا. بعد هذه الوصفه صالحه غير اليدين والرجلين، هادو هما البلايص اللي يمكن لكم انكم تستعملوا فيها هاد الوصفه. هادي كتبيض مع دابا الصيف البنات كاملين كنبغيو يدينا يبانو بويض، رجلاتنا يبانو بويض. يعني كتلبسي السنداره وانتي مرتاحه، كتلبسي الصباط وانتي مرتاحه، كتبان رجلك بيضاء ورجلك نقيه. يعني هادشي معروفين به حنا البنات كاملين. المهم البنات كتحتاجي فيها الملحه. انا هنا عندي معلقه كبيره ديال الحامض معصر، ومعلقه كبيره ديال الصودا البنات، بيكربونات الصوديوم راه متوفره في اي محل مشيتو ليه متوفره فيه، كتاخذوا معلقه البنات. وكنحتاجوا بانيو. المهم البنات في هذا الاناء هذا يمكن لكم ديروها في اي حاجه بغيتوا. في هذا الاناء البنات غادي نديروا الماسطون. المهم ماشي سخون بزاف البنات، كيحرق ودافي باش ما يحرقناش. هكا كنديرو فيها البنات يدينا هكا على هذا الشكل، كنديرو يدينا هكا كيرطابو. منها كيرطابو يدينا البنات وكيترخاو وكيتفتحو لنا حتى المسام ديال اليد ديالنا كيتفتحو المسام. المهم البنات هاد الطريقه اللي درت لكم انا كنجرب لكم غير في يديا. كديرو يديكم ورجليكم يعني ايطاب ايطاب، بحال دابا غتصبقي رجليكم الاولى ديريهم في الماء وكتمصيهم بداك الخليط بحال هكا البنات هكا على ما كيرطابو. وكتجبديهم. المهم البنات هاد الصودا هادي ديالنا، هاد الصودا كنزيدو معاها معلقة الملحة. انا غندير معلقة البنات هكا على هاد القياس اللي كتشوفوا، غنزيد شي شويه. المهم على حسب نتوما غديروا الكميه اللي غتكفيكم البنات، على حساب واش غدير غير مره غير جوج، على حساب الاشخاص وجوج الاشخاص ولا ثلاثه على حسب. ومعلقه ديال الحامض هانتوما البنات كما لاحظتم، شوفوا منين نضفت الحامض البنات كيبقات كتغلي. عرفتوا البنات جربوها والله القسم لينا هائله يعني فريمون كتصدق وكتبان النتيجه ديالها من اول تجربه. يعني اون فوا غتخرجوا من الدوش غادي يبان الفرق في يديكم. يعني هاد البنات انا هاد الوصفه هادي قبل كل تلويشه كندير هاد الوصفه هادي، ما كنبغي نغسل كندير هاد الوصفه هادي. ومازال ان شاء الله غنبارطاجي معكم وصفات بزاف وكنتمنى يعجبوكم ان شاء الله. واللي عجبو لي فيديو ديالي ما ينساش يدير لي لايك ويخلي لي كومونتير الى جرب هاد الوصفات هادي اللي كنعطيهم، وما يكون غير خير ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف. يلا البنات ملي غنوجدو هادشي هذا هانتوما كيف ما كتشوفوا، ملي غادي نصاوبو نسقيو هادشي وغنخلطوه في اناء، غادي نجيبو الماء سخون في شي بانيو ولا في شي حاجه وغادي نديرو فيه يدينا بحال هكا. المهم البنات يكون الماء دافي ما يكونش سخون بزاف، المهم على حساب القياس اللي تقديتي شي فيه نتي يدك هكا باش البنات اليد كترخى وكيتحلوا لينا المسام على هاد الطريقه هادي كيما كتشوفي. هاد نفس الطريقه البنات كديريها لرجليك وليديك، وكتصبقي باش ما بغيتي. المهم ما تخلي يديك في شويه هكا في الماء على ما كيرطابو. ومازال ان شاء الله البنات غنبارطاجي معكم بزاف الوصفات كنديرهم، وصفات ديال البشره الدهنيه، وصفات العنايه بالشعر اللي عشها كيطيح، ولا الشعر
اللي بحال ملي كدوشي كتخرجي واخا كيكون شعرك رطب في التدويشه الاولى ملي كتخرجي من الدوش وتنشفي شعرك كيبان لك بحال مشوه. كاينين العديد الوصفات مازال ان شاء الله الجديد. اللي اول مره كيشوف لي فيديو ديالي ما ينساش يتابونا معايا ويدعمني بلي لايك ويبارطاجي مع لي زامي ديالو باش تكبر القناه. وهانتوما معايا البنات. كما شفتوا البنات ملي كنجبس عليه هكا كنجيبوا البنات الاناء اللي درنا فيه الحامض وداك الحامض البنات اللي عصرنا كنديروا له بهذه الطريقه هكا. غنجيبوا الحامض البنات وغنغطسوه هكا كما كتشوفوا كنديروا هكا هانتوما البنات النتيجه كتبان من الاول فريمون والله الا رائعه. انا بعدا اون فوا جربتها ما بقيتش كنستغنى عليها عجبتني بزاف خصوصا البنات دابا الصيف لابيسين الخروج يعني البنات كيسافر كيفوج. وكنبغي نبارك النجاح لصحاب الباك اللي نجحوا الله يوفقهم مبروك عليهم وحتى اللي ما نجحوش ماشي نهايه الحياه مازال الخير قدام ان شاء الله ومازال حتى واحد ما يفقد الامال يعني الدنيا ما كتوقفش الا ما نجحتيش فواحد الحاجه الدنيا ما كتوقفش مازال الخير القدام. هانتوما البنات كي غير تحسوا بلي الحامضه ما بقاتش فيها الملحه وبيكربونات الصودا غتوليو تحشوا تغطسوا في داك الخليط اللي درتو. انا غنحيد هادي غتوليو تغطسوا في داك الخليط اللي درتو وتكملوا. الا كانت الحامضه البنات مازال ما نشفاش مزيان ومازال كتطلق لكم الماء تقدروا تزيدوا بيكربونات الصودا والملحه هكا بهاد الطريقه البنات كتكملي. واللي عنده شي وصفات اخرين البنات يعني مختصين في الجمال ولا في الشعر ولا في الموضه ولا اي حاجه مجربينها ويعني ومأكدين منها انها كتنجح 100% وطبيعيه ماذا بينا البنات تفيدونا فيها بها في لي كومونتير باش نبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالنا. وتحيه للاخت اكرام اللي في الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا كنحييها هي وليداتها وكنتمنى لها الفكاك على خير ان شاء الله الله يرزقها الدريه الصالحه. وتحيه لكاع الحباب والله يفرح كل واحد اللي كيداوي شي حاجه في خاطره الله يربي يسهل الامور. هانتوما البنات ملي كنكونوا حنا كندهنوا كنديروا الكوماج ديالنا البنات في يدينا راه كتكونوا دايرين رجليكم في الاناء اللي فيه الماء سخون باش اون فوا كتساليو يديكم كتوليو ديروا في عاوتاني كتصاوبوا في رجليكم. بصراحه انا من دابا مازال ما غسلتش وكنحس بيديا طابو. هانتوما البنات البيوضيه الله يا بنات الى رطب يمكن غير مع التصوير ما يقدر ما يبان لكمش مزيان بويضه البنات. البنات انا عندي هنايا واحد الجريحه كيبزويز فيها الحامض
صافي البنات ملي ملي كنصاوبوا البنات هكا بهذه الطريقه كنتاكدوا بلي دار الكوماج اليد كامله بهذه الطريقه. هذه البنات كندوزوا لرجلينا ملي كنساليو البنات كندهنوا المكويات ديالنا في يدينا ما كنوليوش نديروهم في الماء سخون ما توليوش البنات توصلوهم الماء سخون غنغسلوهم بماء عادي الماء ديال الروبيني يعني عادي كتبان نتيجه هائله البنات. كما شفتوا البنات انا ساليت التدواش ديالي هانتوما كي كتشوفوا يدي وصفه هائله البنات كنتمنى تجربوها كتبان نتيجه من اول استعمال. من بعد البنات ما كنساليو الدوش ديالنا وكنديرو الوصفه ديالنا كنديرو كريم اي كريم عندكم انا كندير ميكسا بيبي يمكن لكم تستعملوا اي كريم بغيتوه اي مرطب وصافي البنات كديرو ليديكم ورجليكم المهم البلايص اللي درتو فيهم داك المكونات اللي وريتكم كدهنوهم بداك الكريم كيرطب. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتكون الوصفه مفيده وشكرا لكم بزاف على المتابعه واللي اول مره كيطلع عليه الفيديو ديالنا ما ينساش يتابونا معنا ويدير لايك ويبارطاجي مع لي زامي ديالو باش تكبر القناه ديالنا وتصبحوا على خير البنات.